في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابر، فكل أسرة من الأسر تخصص لها مكانا من أرضها مقبرة لا يقبر فيها إلا من هو من تلك الأسرة، وأحيانا تكون الأرض المخصصة للمقبرة صغيرة فيدفنون في القبر الواحد أكثر من ميت إلى أن يصير أحيانا 4 طبقات أو 5، إضافة إلى نوع آخر من القبور نسميه الفاسقية، وهذه يكون فيها من الموتى عدد كبير، فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من حيث المبدأ لا مانع من أن تخصص كل أسرة أرضا تكون مقبرة لأفرادها ما دام أن هذه البقعة صالحة للدفن وواسعة تسع أمواتا كثيرين، فإذا انتهت وضاقت ولم يبقى فيها محل للقبور المستقبلة فإن الموتى يدفنون في مكان آخر ولا يدفنون في القبور التي سبقوا إليها، أنه لا يجوز أن يدفن في القبر المتقدم قبر جديد إلا بعد ما يتحلل الأول جسم الأول ويفنى ولا يبقى له بقية، أما ما دام الجسم الأول له بقية وله رفات إنه لا يجوز أن يدفن معه قبر آخر ميت آخر، لأن الأول سبق إلى هذا وصار مختصا به. ولو كان بينهما فاصل؟ ولو كان يعني نبش القبر وحفر القبر من جديد وفتح القبر من جديد، نعم، هذا لا يجوز لأنه لا مبرر لهذا، عليهم أن يدفنوا موتاهم في مكان آخر مهما أمكن ذلك ولا يضايق الأموات الأولين. نعم. بالنسبة للنوع الآخر الذي يسمونه الفاسقية، كذلك كله كما ذكرنا أنه لا يجوز أن يحفر القبر الذي فيه ميت قد سبق ودفن فيه، لا يجوز أن يحفر مرة أخرى إلا بعد ما يتحلل الميت الأول ويتلاشى. نعم. إذا كان الموتى في وقت واحد يجوز في هذه الحالة أن يجمع أكثر من واحد؟ إذا كان القتلى كثيرين وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة عند الحاجة لا بأس بذلك، عند الحاجة بأن كان القتلى كثيرين والذين يدفنون الموتى قليل وفي دفن كل واحد بقبر مستقل يشق على الحاضرين فلا مانع أن يدفن أكثر من ميت في قبر واحد في آن واحد. في آن واحد. نعم. بارك الله فيكم.